ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لنقل وقائع توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة بين الجانب أو مع الجانب البريطاني بشأن تدريب الأطباء المصريين في إنجلترا إلى هناك. عشان كده قلنا التدريب بتاع الأطقم الطبية إن شاء الله هيبقى تركيزه كله في المملكة المتحدة كأحد الدول المستهدفة إن احنا نحسن منظومة الصحة في مصر من خلال تدريب الكوادر هناك. بشكر جدا سعادة السفير وعلى وجوده معانا وعلى إحساسه بالشراكة معانا، وإن شاء الله هو هيبقى زي ما دعيناه النهارده قلنا له ان هو يبقى جزء معانا في تطبيق التأمين الصحي وهو شريك، والمملكة المتحدة شريكة معانا. ان شاء الله اتمنى ان بداية سفر شباب الأطباء وتدريبهم على الأنظمة الصحية زائد الطب نفسه أو تقديم الخدمة الطبية بدايتها في إنجلترا هيكون له أثر كبير على المريض المصري. أشكركم. عايزين نسال معايير اختيار الاطباء اللي بيروحوا تحول بعثه، وبعد الثلاث اشهر دول هيكون في ايه؟ وهل في حاجه حد ثاني غير الاطباء من خلال الطب هيسافر ينتظر؟ المعايير ان هم هيكونوا بيشتغلوا في الوحدات الصحيه والمستشفيات، بس بالذات الوحدات الصحيه طبيب الاسره هو المستهدف الاول اللي هيشتغلوا في بورسعيد واسماعيليه والسويس السنه دي. بعد كده هنستقطب او ونجيب الناس من شمال وجنوب سيناء، لان احنا بالتدريج هنطبق في المحافظات دي حسب القانون. معايير اختيارهم ان هم يكونوا من مقدمي الخدمه هناك، وان هم هيكملوا على ان هم يشتغلوا طبيب اسره حتى مهما كان نوع تخصصه اللي هو يعني موجود فيه حاليا. كمان الاداره مديرين المستشفيات والوحدات برضو هيبقوا من ضمن الاطقم. التمريض كذلك رؤساء التمريض او مشرفات التمريض هيبقى لهم جانب كبير في العمليه التدريبيه. مدة البرنامج التدريبي دوت 8 أسابيع، جزء منه في إنجلترا والباقي هنا تحت إشراف الـ NHS بتاعت إنجلترا للمجموعة الواحدة، لكن مش السفر كله الشهرين في إنجلترا. هل هيبقى أول الجامعات من كلية الطب هيبقى لهم في المنحة بتاعت التدريب ديت في خلال التأمين الصحي؟ لا، العاملين في الوحدات الصحية في بورسعيد واسماعيليه والسويس وشمال وجنوب سيناء، زائد العاملين في مستشفيات التامين الصحي الجديد في بورسعيد والمحافظات المستهدفه. شكرا.